السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحنا شغالين على الأوتوكاد، ساعات ببقى محتاج المنطقة اللي حواليا أوتوكاد، ففي برنامج اللي هو جيو لوكيشن، أقول له إيديت لوكيشن وأختار المكان اللي أنا عايزه روم ماب، وأنا بيطلب مني إن أنا أسجل الاسم وكلمة السر عند الديسك. بعد كده بيديني الخريطة وبيقول لي حدد المكان، فأنت تقدر تكتب أي مكان أنت عايزه، تقدر تعمل دروب للحاجة اللي أنت عايزها، تقدر تعمل سيرش هنا على أي مدينة أنت عايزها براحتك خالص، وبعد كده تقول نكست، فبيبدأ يظبط الإعدادات بتاعتك، وهنا بقى بيبدأ يديك الـ GIS Coordination System اللي انت هتشتغل عليه. انا شغال المشروع في موجود في قطر، شغال على قطر. نكست، فبيبدأ يجيب لي المكان اهو زي ما انت شايف، الخريطة كاملة للمكان اللي انا شغال عليه، وده فعلا المشروع حقيقي شغال عليه. ده هنا بيقول عايز تظهر الرود ماب ولا الماب روت ولا عايز تظهر بالشكل دوت.